الاسعار بتاع التقاوي كانت مرتفعه من البدايه، المساحات بتاعت العروه اللي فاتت دي مساحات قليله جدا، اضافه الى ذلك الارتفاعات الكبيره في درجات الحراره ادى الى انتاجيه ضعيفه من الطماطم. النهارده بنتكلم كمان التقاوي نفسها والتكلفه العاليه خلت الفلاحين يزرعوا مساحات قليله من العروه دي. النهارده بنتكلم على فاصل عروات، يعني احنا في العروه اللي هي مزروعه في شهر بحري تنتهي، العروه اللي لسه جايه في شهر يعني في الوجه القبلي لسه بتنزرع قدامها 3 اشهر عشان تنتج. فاحنا الفتره دي فاصل العروه كان بيبقى 15 يوم 20 يوم. العروه بتاخد وقت قد ايه في زراعتها يا حاج حسين؟ يعني 3 اشهر عشان تنضج الشتله، بس احنا في حاجه عندنا اسمها تداخل عروات، يعني في عروه النهارده عروه بكره عروه، يعني كل يوم عندنا زراعه طماطم وتجليع طماطم، طوال السنه عندنا طماطم، في عروات متداخله، لكن العروات الاساسيه هم 3 عروات، الشتويه والخريفيه والصيفيه. نتكلم كمان على موضوع مهم جدا يجب ان احنا ناخده في الحسبان، موضوع التضخم وتدني سعر العمله المحليه بيخلي الناس تشعر بارتفاع اسعار في كل حاجه. لكن بنتكلم على الطماطم دلوقتي يعني ارتفاع اسعار كبير جدا وممكن كمان يزيد في الايام اللي جايه زياده قليله قبل ان ينخفض في شهر 11 الى نصف الاسعار اللي احنا بنشوفها. يعني حضرتك بتتوقع ان سعر الطماطم يفضل في زياده مستمره الفتره اللي جايه؟ لغايه شهر 11، لغايه العروه الجديده ما تبدا العروه الكبيره تظهر في السوق تنخفض اسعار لنصف الاسعار اللي احنا شايفينها دلوقتي، خاصه ان احنا في الفتره اللي فاتت دي يبقى في ارتفاع درجات الحراره علاوه على ان الانتاج قليل، هي الناس برضه بتقبل على شراء الخضروات لان الخضروات طبعا مفيده في ارتفاعات درجات الحراره، الناس بتقبل عليها، الشتاء داخل والطلب هيقل على الطماطم. احنا بنتحكم بقانون العرض والطلب، كلما زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الاسعار، كلما انخفض المعروض وزاد الطلب زادت الاسعار، وبالتالي في فصل الشتاء بتقل اسعار الخضروات عموما. لكن انا بنصح كمان الناس اللي هي بتحب الفاكهه زي المانجا والحاجات دي ان هي ممكن تزيد في الفتره اللي جايه. لا المانجا هتزيد، يعني الطماطم تزيد وتمام، المانجا هتزيد كمان؟ المانجا هتزيد لان احنا يعني في عشان نهايه الموسم. الموسم المانجا اللي هتطلع في شهر 11 و12 دي الانواع الاجنبيه وتبقى مساحتها قليله، فبالتالي احنا في حاجات بتنتهي اسعارها بتزيد عشان بتقل في السوق، فالناس لازم تاخد لاحظ من الموضوع ده. احنا دلوقتي الناس لازم يعني احنا برضو يعني الحاله الاقتصاديه تعبانه وست البيت لازم تاخد بالها في الحاجات اللي منخفضه، تاخد منها مخزون للايام اللي هي بتبقى فيها عالي.